أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الثلاثاء أن الطائرات الحربية الروسية والسورية أوقفت قصفها وضرباتها على مدينة حلب وأحيائها الشرقية منذ 10 صباحا بحسب التوقيت المحلي ولمدة 8 ساعات لضمان سلامة المدنيين وإجلائهم من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة تمهيدا لهدنة قصيرة تدخل حيز التنفيذ الخميس. نحن ندعو قادة الدول لتمارس تأثيرها على المجموعات المسلحة في الشطر الشرقي من حلب من أجل إقناعها بوقف العمليات العسكرية ومغادرة المدينة. وأضاف شويغو أن القوات السورية ستتراجع مع بداية الهدنة إلى مسافة تسمح للمسلحين بمغادرة المدينة عبر ممرين. هذه إشارة تدل على حسن النوايا، ونأمل أن تستخدم هذه الاختراق نهائيا لفصل المجموعات المسلحة المدعومة والمجهزة من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية وبعض الدول الإقليمية كجبهة النصرة ومثلها. وقد أعلنت مجموعة فاستقم وهي من فصائل المعارضة المسلحة في حلب رفضها الخروج من المدينة وأكدت استمرارها في القتال ضد النظام المجرم حسب وصفها لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.